السلام عليكم اخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاخوان الجديد ديال الجين، جديد ديال الجين، جينا لكم ماركة اوريجينال، لوين زرق كما كتشوفوا الاخوان، لوين زرق اللي هو مليح، كاليتي مزيانه، وجاتكم بجوج الالوان. هذا الموديل هذا راه عندنا فيه غير جوج بياسات حتى الاخر، وغادي نوريكم لي طاي ديالهم. هذا الزرق هذا راه فيه لي طاي كاملين، كيبدا من 31 حتى 36، يعني من 38 حتى 46 طايات اللي قلت لكم البارح، وراكم دابا فهمتوا كل شيء الحمد لله. المهم الاخوان مشيو نشوفوا السليعه كي دايره، الكاليتي ديالها، الخدمه، ونكملوا لا فيديو ان شاء الله. مرحبا بكم. المهم الاخوان بالنسبه للجينات وريتكم غير مقدمه، دابا غادي نهضروا على التفاصيل ديال السروال، الكاليتي ديال السروال، شي حاجه اللي هي مليحه الاخوان. ثوب ناضي، ثوب مليح، إلاستيك، خدمة نقية. المهم عندنا الغرض هما نشوفو الخياطة ديالو، كلشي غادي نشوفو على هاد السريويل هذا. لاكوب ديالو من اللور، والفصالة كاملة ديال هاد السروال كيما كتشوف. هذا ماشي سليم، هذا فصالتو فصالة مليحة، ماشي دروة وماشي سليم، كيجي فصالة خطيرة. الناس اللي بعقولهم، الدراري اللي باغي يلبس لبسه زوينه كلاس سبور، هذا هو السرويل ديالكم الاخوان، كاليتي مزيانه. الفورنيتور غتشوفوا كل شيء على هاد السليعه، الفورنيتور خدمه ناضيه، البتي بوش كيفاش جاكم، الخدمه ديال هنا كي دايره، شي حاجه ناضيه الاخوان زوينه. هنا بالنسبه لهاد هاد لابارتي هادي ديال الصدف، كتلقاو هنا لا مارك اللي داروا لنا على شحال هادي، ايغريك كا كا، اللي هي سلسله اوريجينال، شي حاجه مليحه. والجميل ديال هاد السليعه هادي، شوفوا لي الثوب كيدير، الثوب من الداخل مارو وبرا زرق كيف ما كتشوفوا، زرق خطير، زرق ناضي. الخياطه اللي جاتكم بها خياطه من داك روش، شوفوا ليا الفراشه كي دايره، اللهم بارك، وهادشي هو اللي كنبازي عليها الاخوان، فراشه اللي هي مخدومه ومليحه وجايه تا لداخل. وكيف ما عودتكم الاخوان، الفراشه هي اللي كتعطينا هاد الخياطه هادي اللي كتشوفوا، خياطه مقتوله، كتكون خياطه مليحه وناضية، يعني شي حاجة مريقلة. المهم سريويل مليح، لي طاي من 31 حتى 36، كلشي لبس، وطايات وافين، طايات اوريجينال يعني. والطول طول اللهم بارك، الناس اللي طوال اللي عندهم مشكل في الطول، راه السروال طويل، السروال طويل تبارك الله، ولاكوب ديالو مليحة. بالنسبة لي أنا نحاول نبعد، راه الطول طويل يعني، والناس القصار راه ما عندهمش مشكل، راه دابا السروال ولا كيتنقص، كتنقصو من التحت وكترجع لي هاد الباند هادي، كيرجع لك التيور، كيرجع لك في نفس البلاصه ديال الطول ديالك اللي بغيتي. صافي الاخوان، هذا قلنا لكم لي طاي ما عندناش مشكل فيه، يعني لي طاي كاملين. وهذا الموديل هذا عندنا فيه 42 سروال الاخوان، سروال اللهم بارك، سروال ناضي وفصاله واعره، شوفوا التيب واش كيدير الوين، بعد الوين خطير، الوين كتلقى تشوف اوريجينال. كنا باغيين فيه العداد ما كتابش، جاو فيه جوج بياسات هادو، المهم اللي كتاب ليه مرحبا به. المهم عندنا فيه 42 وعندنا فيه 44، جوج طايات 42 و44. صافي الاخوان، سريويل مليح، شوفوا يا خياطه اللهم بارك، خياطه ديال هنا كيديره، شوفوا الخياطة كي دايره، الفراشة، وتبرعوا ليا مع راساتكم، كلشي لبس وبتأثمينة جد مناسبة. كندوي معاكم على السريويل اللي هو مليح وخدمة ناضية، والثمن شحال الإخوان، أنا كيفما عودتكم، أي حاجة جات جديدة راه نتوما الأولين غادي تشوفوها. الثمن الإخوان كيبقى لكم 200 درهم، ثمن ديال الجين
نورمال ديال الجيل نقي وخدمه نقيه وعادي هادو اوريجينال، ولكن راه سريويل غدي وغتفكرني به صبن ولبس. المهم هذا متبازيوش عليه، فيه غير جوج بياسات اللي سبخ فيكم راه هو اللي غياخذو، ولكن هذا راه فيه الاداد زريق ديالو اللي هو زوين زريق مليح ناضي، هذا هو اللي صراحه الوي اللي كيتلبس ديما. ايوا هذا غير ديال العشاق، الوي الغريب تبغي تبدل به، تبغي تديرو مع السلولات اللي عندك تزيدو على المتحف ديالك، هذا هو اللي كاين الاخوان. المهم غتكون سليعه عما قريب، سليعه زوينه غتكون ان شاء الله باذن الله، قدرت تكون القبيه مونطوني غتكون جاكا جونس اللي هي اوريجينال. غير الوقت امتى ما نقدرش نقول لكم نحدد لكم، راكم عارفين. بالنسبه المهم دابا الحمد لله راه الجو غيبدا يتبدل، غيبدا تدخل تريكو، غيبدا تدخل لي سويت، غيبدا تدخل السيرفيطات، غير نتوما بشويه بشويه عليكم، واللي جات جديده راه نتوما الاولين غادي تشوفوها. صافا الاخوان، غير نتوما بقاو في الموعد كيف ما اي وقت كنلوح لكم الفيديوهات، والتوقيت اللي غادي نبقى نلوح لكم الفيديوهات ان شاء الله. المهم اي حاجه جديده راه نتوما الاولين غادي تشوفوها، ومرحبا بكم، وما تنساوش تخلوا الاراء ديالكم في هذه السليعه اللي جبت لكم اليوم. الثمن كيبان لي راه ثمن مناسب، ايوا هذا هو اللي كاين. المهم وصلنا لنهايه هذا الفيديو، موعدنا فيديو جديد وسليعه جديده، ما تنساوش تصليوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.